والرجاء كيما شفتوا اليوم ما قدمش مباراة زوينة مع زاناكو، ونتمنوا لهم ان شاء الله الفوز من اللي يدوزوا المجموعة ان شاء الله. المقابلة كانت مزيانة، المهم هو تكالي فينا ربحنا الي روشور. ماتش اليوم زوين تبارك الله، الدراري زوين كانوا في محلهم. المقابلة دازت جميلة وتبارك الله على الدراري وغيكون خير ان شاء الله. الحمد لله اخويا المقابلة كانت في المستوى، الدراري تبارك الله حسوا المسؤولية اللي عليهم، والمباراة ديال الي هي اللي ختمت لنا باش خولات لنا باش نلعبوا هذه المقابلة بارتياحية. الحمد لله الدراري كانوا في المستوى تبارك الله على الجمهور. ومساعدة الجماهير الرجاوية الكبيرة اللي ديما متابعاهم وحنا معاهم ان شاء الله، الله فيها الامور ان شاء الله وديما رجاء تبارك الله. والاجواء دارت مزيانة كيف شفتيهم، كاين لا صداع لا والو، واش علاش كنبغيو الرجاء اخويا؟ الحمد لله بخير، فرقة مزيانة مع واخا الغيابات اللهم لك الحمد بخير، نزلنا لدور المجموعات حنا ونهضر تبارك الحمد لله. الحمد لله هادشي كيمشي بالخير الحمد لله.